صباح الخير اخوتي الاحباء، كلكم تعرفوا نحن بشهر اذار شهر مار يوسف، ونحن زي حلق مار يوسف اللي اهتم بالعذراء وبيسوع. منصلي مره ابينا ومره سلام طالبين شفاعته. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر الخطيئة إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس. فخر الأبرار والأبكار، مار يوسف رفيع المقدار، يا ملاذ العز والانتصار، امنع عنا الشر بشفاعتك ننال الأنوار، لكي نحيا حياة الأطهار. يا قدوة للفضل وخليل الرب المتعال، ساعدنا عند الانفصال كي نحظى بحسن واصمنا يا زال الهدايا.
بشفاعة القديس يوسف فليباركنا الثالوث الأقدس الآب آمين والابن آمين والروح القدس آمين. من دل واقفين لنشيد الدخول. شطر الإبل عن بيت الدفء العسبي شرح في قلب الحب يحكيه للأجيال شطر قلبه العالي بعد المسك لم يبقى إلا مسكين يشقى هما في قلب الصحراء لا قوت فيها لا ماء إلا الدمع والأنواع. البيت خاله علت واخدم بمديلوخ سودت ملكوش ميونو حسولي خلدة أحطيت له ملكوش ما يونو حسول الخلدة دينا صالوا علي متول مران قالوا هدقى بالقربون نتراحى معنين الله معك أنا أخوتي الأحبة قدسنا على نيت الأخوية أحياء وأموات ومرضى كل ميل وتعب على الرعية نيت السيدات اللي اهتموا بالغدا الصيامي السيدات اللي كانوا عم يخرجوا خلال اليومين السيدات اللي اهتموا بكبار السن على نيت المرضى وخاصة بالمستشفيات نواياكم وضعوا معي على المذبح حتى أرفعها للرب. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أيها الآب الرحيم يا من أرسلت ابنك الوحيد ليرد لابن الضال فعلمنا بحياته وأمثاله محبتك الأبوية أهلنا أن نذكر اليوم رحمتك العظمى التي تجلت في مثل الابن الضال التائب لأبيه أعدنا نظيره من غربة الخطيئة إلى بيتك الوالدي فنسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام برخمو نرفع للتسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الرحيم محب البشر وقابل توبتهم وإلى الإبن الحبيب الذي تأنث ودعا الناس إلى بيت أبيه وإلى الروح القدس الذي ينير القلوب والضمائر صالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين. أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي الآتي إلى العالم أنت هو الطريق الموصل إلى الآب فلا طريق إلا بك أنت الذي ترددت بين الناس وأظهرت محبتك لهم وأخبرتهم عن حنان الآب وحبه للخاطئين التائبين أنت الذي كلمتنا عن التوبة والرحمة والماء الحي وشئت أن نتأمل اليوم مثل الإبن الشاطر الذي عاد عن ضلاله واثقا بأبيه
نادما على خطيئتي، فيا ربنا نسألك على عطر هذا البخور كما حنوت على الخطأ، احنو علينا وهب لنا أن نتواضع أمامك التائبين عن هفواتنا، أنرنا بمعرفتك وشددنا بقوتك، فلا يغرب وجهك عنا ولا يكتنفنا ظلام الخطيئة. يا ربنا أرسل روحك إلى الخطأ في هذا الصيام الغافر، فيعود إليك مستغفرين، افتح لهم ذراعيك المباركتين وضمهم إلى صدرك، فيفرحوا بلقياك ويسعدوا بمعرفتك، وليكن لنا روحك القوة والعون، برخمور فنسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. من يعطيني أن أسترضي قلب الوالد؟ قال الابن في رصاقي القلب الحنان، إن اسمي ضخم الحجم يعد الغفران، نجد الأبا باب الخير للأبرار، نحني الرأس للقدوس ابن الباري، مهدي شكر روح الحق معطي الغفر عن من قد تاب يلقى منه ملء الرضوان. اقبل اللهم بخورنا غفرانا لخطايانا، وهب الذين ابتعدوا عن البيت الأبوي أن يعودوا فيستمد العفو والغفران. أما نحن أبناءك الضعفاء فقوي عزائمنا لنبقى ونمجدك الآن وإلى الأبد. آمين. كل سوى قديشات له قديشات، حيلتن قديشت لغيوتو، اترحم عليك قديشت له قديشت، حيلتن قديشت لغيوتو، اترحم عليك قديشت له قديشت، حيلتن قديشت لميوتو، اترحم عليه. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. يا شهلال ابن الأصغر من ذاك الحب الأكبر، إنه قلب الآب من قلب الدنيا أكبر، اغفر آثامي ربي يا أبا الحق الأكبر،
تبكي تنهد قلبي أنت من قلبي أكبر. ربي يا من تقبل من خدمتك أبرار يا حنود تقبل واستجبتك أبرار. قراءة من سفر زكريا النبي وبارك يا سيد. المجد لسيد الأنبياء وبولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئين والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. وأراني يشوع الكاهن العظيم واقفا أمام ملك الرب، والشيطان واقفا عن يمينه ليتهمه. فقال الرب للشيطان: زجك الرب يا شيطان، زجك الرب الذي اختار أورشليم، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يشوع لابسا ثيابا قذرة وهو واقف أمام الملك. فأجاب وكلم الواقفين أمامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له: انظر، إني قد أجزت إثمك عنك، فلتلبس ثياباً فاخرة. وقلت: ليجعل تاج طاهر على رأسه. فجعلوا التاج الطاهر على رأسه وألبسوه الثياب. فحذر ملاك الرب يشوع قائلاً: هكذا قال رب القوات: إن سرت في طرقي وحفظت أحكامي فأنت أيضاً تحكم على بيتي وتحافظ على دياري، فأعطيك سبيلاً إلى وسط أولئك الواقفين هنا، والتسبيح لله دائماً. A reading from the second letter of Saint Paul to the Corinthians with your blessing, Father. God bless you. Brothers and sisters, examine yourselves to see whether you are living in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test. I hope you will find out that we have not failed, but we pray to God that you may not do anything wrong, not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. For we rejoice when we are weak and you are strong. This is what we pray for, that you may become perfect. So I write these things while I am away from you, so that when I come, I may not have to be severe in using the authority that the Lord has given me for building up and not for tearing down. Finally, brothers and sisters, farewell. Put things in order, listen to my appeal, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. Praise be to God always. Hallelujah. بشارة مخلصنا
المبشرة بالحياة لنفوسنا. يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. برخمور السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يطلى الآن عليكم. فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني حصتي من الميراث. فقسم لهما ثروته. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل حصته وسافر إلى بلد بعيد، وهناك بدد ماله في حياة الطيش. ولما أنفق كل شيء حدثت في ذلك البلد مجاعة شديدة، فبدأ يحس بالعوز، فذهب ولجأ إلى واحد من أهل ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير، وكان يشتهي أن يملأ جوفه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله ولا يعطيه منه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من الأجراء عند أبي يفضل الخبز عنهم وأنا هاهنا أهلك جوعا. أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له: يا أبي خطئت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وفيما كان لا يزال بعيدا رآه أبوه فتحنن عليه وأسرع فألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. فقال له ابنه: يا أبي خطئت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا. قال الأب لعبيده: أسرعوا وأخرجوا الحلة الفاخرة وألبسوه، واجعلوا في يده خاتما وفي رجليه حذاء، وأتوا بالعجل المسمن واذبحوه، ولنأكل ونتنعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وضائعا فوجد. وبدأوا يتنعمون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع غناء ورقصا، فدعا واحد من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ قال له: جاء أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه لقيه سالما. غضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يتوسل إليه،
فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك كل هذه السنين ولم أخالف لك يوماً أمراً ولم تعطني مرةً جدياً لأتنعم مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل ثروتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. قال له أبوه: يا ولدي، أنت معي في كل حين وكل ما هو لي هو لك، ولكن كان ينبغي أن نتنعم ونفرح لأن أخاك هذا كان ميتاً فعاش وضائعاً فوجد. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح هو البركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح هو البركة، لأن أخاك كان ميتاً فعاش وضالاً فوجد. آباء الأجلة، الراهبات الفاضلات، أبناء الرعية، متابعينا عبر التواصل الاجتماعي، وصلنا لنص الصوم. إن شاء الله صوم مبارك، وإن شاء الله مندل ثابتين على المبادئ اللي خدناها بزمن الصوم. وهذا الشهر شهر مبارك، شهر مار يوسف، اللي كان يهتم دائما بمريم وبالطفل يسوع. كانت مهمته يشتغل بالخفاء دائما من وراء، ولكن كان عارف رسالته، كان عارف شو مطلوب منه. ان شاء الله شهر مبارك على الجميع. اليوم بهالنص اراد يسوع يشوف فينا ثلاث صور: صورة الله الآب، صورة الابن الصغير، وصورة الابن الكبير. السؤال: نحن وين من هالثلاث صور بشكل عام؟ بالعهد القديم كان عندنا صورة الله هو بعيد، هو فوق، وإذا إنسان غلط ما إله محل بالجماعة، حتى إذا مرض هذا الله ضربه، مثل ما بعض الناس هلا يصير بيقول نفس الشيء. إذا واحد ابنه صار معه مشكلة بيقول هذا لأنه بيه كان هيك، لأنه عمته، لأنه سته كانت هيك، الله ضربه. تخيلوا لوين إسا في ناس بتفكر مع إنه تعرفوا على يسوع المسيح. إجا يسوع وعطى هالمثل حتى يقلنا إنه الله قريب عليك أكثر من لحمك ومن دمك. هذا أول شيء. ثاني شيء بتعرفوا الإنسان يفتش عن السعادة بس ما بده إياها ضمن إطار محدد، ضمن الكنيسة، ضمن الجماعة، ضمن المسيحية، يفتش عليها بالخارج. وبدد ماله مع الزواني وراح وفل من البيت. إسا أكثر من هيك، قطع علاقته مع الله. وقديش في عنا ناس ممكن يكونوا أولادنا، أخواتنا، أهلنا، بيقطعوا العلاقة مع الله ويفتشوا عن السعادة بالخارج. بيشوفوا السعادة يمكن بتجميع المال، بالسيارات، بالغنى، ولكن بيجي وقت لابد يرجعوا لذاتهم. وهون الأهمية فحص الضمير. لأنا لوين رايح؟ أنا هل طريقي هو صحيح؟ فإذا لمن خسر كل شيء بلش فحص الضمير، ليش عم بعمل بحالي هاي؟ فإذا فحص الضمير أساسي بحياتنا المسيحية، لأنه ولا يمكن الخطية تتخلى عنا إلا إذا بلشت أكره الخطية. بدي أكره الخطية تغير مسار حياتي. وأوقات الخطية بتلزق علينا سنة واثنين وعشرة وخمسة عشر وعشرين وثلاثين سنة،
لأني بعد أنا ما كرهت الخطية اللي عم بقوم فيها. أقوم وأمضي وأقول له يا أبتاه خطئت أمام السماء وأمامك، في فعل تواضع. إذا ما في فعل تواضع في كبرياء. أنا معي الحق وبقعد على البنك وبدل سيبت على البنك وبصفي أنا مثل الابن الأكبر يلي بيفتح إيديه، يلي بيصلي، يلي بيحاكم الآخرين. وهون المشكلة، يسوع كان عم بيوجه رسالة للفريسيين يلي بيعرفوا الشريعة ولكن كان عندهم فرح بالحكم على الآخرين، عندهم فرح. نحن منعرف كل شيء، نحن منصلي، نحن منصوم، ويا ما في بيناتنا فريسيين، ويمكن أنا أول واحد بيناتكم. الرب عم بيقلنا الملكوت متاح لكل الناس اللي بيتوبوا، مش ما ينفهم أنه إيه القصة مفتوحة. يلي بيتوبوا، شوفوا مسيرة يسوع وشو هدفه التعليمي. خذوا العشار والفريسي، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. قال لهم هذا مبرر أكثر من الفريسي. شوفوا المرأة الخاطية اللي بدموعها غسلت إجران يسوع، شوفوا على الصليب لص اليمين، اذكرني يا رب متى أتيت بملك. صار في فعل من هذا اللص أني أنا مآمن فيك يا يسوع أنك أنت مخلص. ولاحظوا اللص الثاني عم بيتمسخر، إن كنت أنت المسيح. وهيك نحن هالشخصيات منوع فيهم، ولكن ربنا اليوم عم بيقلنا خدوا دار الله الآب، وإذا ما خدتوا دار الله الآب ما فيك نتسامحوا. بالأبانة اللي علمنا إياها، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. وإذا ما بتعيش الغفران ما لك محل بالملكوت، ما لك محل، بس محلك مفتوح إذا غيرت قلبك. إذا غيرت المفتاح هو قرارك، هو إرادتك بالعودة للرب. المفتاح معك أنت. نحن بالصوم مختلفين على الأرض، كيف بوقف سيارته الجار قدام بيتي، أنا وأخواتي بلبنان مختلفين. بس ما تنسى هذا الخلاف لح يحرمك من الملكوت. اف هالقد يا أبونا أكثر من هالقد. هذا الفريسيين يلو قال له ابنك هذا، حتى ما قال خيي هذا، ابنك هذا اللي راح صرف مصريات وكذا وكذا. قال له خلينا نفرح مع بعضنا. والأجمل بهالنص أنه الرب ما سكر الباب، خلى نص الإنجيل مفتوح، لأنه ما عاد عرفنا إذا الابن الكبير عاد رجع لرشده فات ولا ما فات. وهيك الرب عم بيقول لليلة أنتو هذا النص الإنجيل بعده مفتوح، أنتو قرروا بدكن تفوتوا ولا لا. آمين. نؤمن بإله واحد، هاب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح. نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوى للآب في جوهر كان كل شيء. Thank you. ده من القدس ومن مريم العذراء وسار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط، تألى ومات وقبر وقام في اليوم الثالث. وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله
وأيضا يأتي بمجد عظيم. إيت الوت مدم حيد الوهو والوت الوهو دم حد تليوت وينو بسوغ الطيب وطوخ عول البيت وخوز قود بايك لو اتكوت شو دي حل طوخ بوليو دمارم وكسادي كوت طوخ هالي صلو علي متول موران الوهو أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير خلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسد الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومار مارون ومار يوحنا مارون ومار يوسف وجميع القديسين. اذكر اللهم أبانا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة على نية الأخوية أحياء وأموات ومرضى، كل ميل وتعب على الرعية، على نية السيدات اللي اهتموا بالغدا الصيامي أو بالكبارنا كبار السن، على نية المرضى خاصة بالمستشفيات، على نية الأشخاص اللي دايما بيطلبوا منا نصلي لهم، نوياكم وضعوا مع المذبح حتى أرفعها للرب. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وإلا أن نعانق بعضنا بعضا بنسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك
وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا آباء الأجلاء ويا خدام الروح القدوس. طوبى للسعينا إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين برخمور، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا برخمور، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا، إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: قدوس إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. إريا ليسون وبيوم أودخ دوم حشود إليه مع بيت حي نساب اللحم بيداو قاديشوتو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلميداو كدمار سابخ المنى كل خون أنو دنيتاو فغرو الديل دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقصي وما تيهب حوسو يتحوب والحاية دلع لم علمي. خانوا عالكوسو دمزقوا من حمرو من مايو بارخوا قادش ويا بالتلميذة وكدمار سابشتاو منه كل خون هونو دنيتاو دمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشد وما تهب حوسو يتحوب والحاية دلع لم علمي. آمين. رب وإلهي
وبهذا أوصاهم وحدهم قائلاً: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بديانتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطا، بل ترأب بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تدرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نشد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيري أليسون، كيري أليسون، كيري أليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. لا تكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس باترياركنا الأنطاقي، مار أنطوان شرب المطراننا، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي إليك أيها الآب السماوي من أجل البعيدين عنك وعن الكنيسة وعن عائلاتهم، أرجعهم بالتوبة عن ضياعهم مثل الابن الشاطر، كما نصلي لأجل كل من هو بحاجة إلى صلاتنا، خاصة المرضى والفقراء والمتألمين والعائلات، نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي لك يا رب في هذا الصوم المبارك حتى بشفاعة العذراء مريم، مار يوسف، مار مارون، مار شربل ومار لابي والقديسين، تساعدنا على عيش الصمت والصبر والفرح والبعد عن الخطيئة، فنسير نحو القداسة والوحدة، نسألك يا رب. يا رب. Lord, may we come to know that you are always there to welcome us. We pray for the members of families
who have been separated. May they have the courage to return home and restore relationship with you, their family and their loved ones, as the prodigal son did. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. During this season of Lent and through the prayers of Our Lady, Saint Joseph and Saint John Maroon and all the saints, we ask you, Lord, for a stronger commitment to our Maronite faith and in our fasting and preparation for Easter. May we mature in prayer, patience, compassion, and service. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أننا للمراحمة وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أيها القربان الشهي الذي قدمت نفسك لأجلنا، يا سبيح الغفران الذي أنت نفسك قربت نفسك لأبي، أيها الحمل الذي كنت كاهن قربانك لتكن صلاتنا على نفح رضا، أيها المسيح بخورا نقربه بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. كلنا سوا يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف.
وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينصر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء والأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. عساك يا حمل الله الحامل خطايا العالم سيدنا يسوع المسيح. جسد سيدنا يسوع المسيح. جسد سيدنا يسوع المسيح. جسد سيدنا يسوع المسيح. يسوع أنت إلهي، حبك الشفيع الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا. يسوع أنت من أريد، أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي، ها هي حياتي في يديك، افعل بها ما تريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي، ها هي
الحياة في يديك افعل بها ما تريد. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا. يسوع أنت من أريد. تعال واملك على قلبي، أتوق إليك تعال، ترنم لك شفتاي، أحبك للأبد. تعال واملك على قلبي، أتوق إليك تعال، ترنم لك شفتاي، أحبك للأبد. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا. يسوع أنت من أريد. تنحني لاسمك كل ركبة، ويعترف كل لسان، اسمك يسوع خلاصي، أردده في كل حين. تنحني لاسمك كل ركبة، ويعترف كل لسان، اسمك يسوع خلاصي، أردده في كل حين. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، حبيب نفسي أبدا. God bless you. God bless you. تعال بيننا، أقم عندنا، وخذ من قلوبنا لك مسكنا. تعال بيننا، أقم عندنا، وخذ من قلوبنا لك مسكنا. نحن جياع أنت خبزنا، نحن عطاش أنت ماؤنا، ومنك يطيب الغذاء. ألا استجب منا الدعاء، منا الدعاء. تعال بيننا، أقم عندنا، وخذ من قلوبنا لك مسكنا. نقف كلنا إذا بتدو أيضا، وأيضا بك يا رب نعترف، والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. لك شكرنا، لك حبنا، لك قلبنا، نحن لك كلنا. يا يسوع ربنا، تغير واحفظ أهلنا، كل من يرنا بنا،
واستجب ربي سؤالنا. يا أم الله كنز البركة، عنك الأنبياء أخبروا في البرايا برموز وآيا، فيك تمت الأسرار كملات النبوءة وابتدى الميثاق الجديد. أرست الخضراء تلسم السماء رمز للعذراء، عيناها صوب لبنان والقلب دوما سهران. ها إن عين الأدهار نحو الأرزاق الخضراء، أحميها من عين الأدهار. إن شاء الله قديس مقبول أخوتي، وإن شاء الله كلنا نمشي على طريق التوبة حتى نيل الملكوت. على 9:30 عنا السنة للمرحوم كرياريس كاباديا من باكستان. يوم 3:00 المرحومة بربارة ملحم يوسف ملحم من كفر صغاب متوفية في لبنان. يوم 4:00 كلكم تعرفوا على 11:30 منقدس مع بعضنا بدعوة من الأخوية علنية العائلات، عنية السلام بالعالم، عنية أولادنا، عنية المرضى، وبعد منا نتغدى الغدا السامي مع بعضنا. نشكر الرب على كل إنسان عم بيدعم هالمشروع. عم بيكون في عنا 250 شخص عم نتغدى مع بعضنا الغدا السامي، كله أكل قاطع، كله أكل بيتوتي، نتغدى مع بعضنا مدة ساعة. ساعة واحدة بيكون خالص الغداء. بيحب يشاركنا. هسه في عنا 3 محطات لا أكثر ولا أقل، 3 غدوات فقط. على الساعة 7 يوم الأربعاء 40 المرحوم شفيق أسعد وهبي من بلوزة. السبت الساعة 6:40 المرحومة جولييت أصطفين عبود زوجة جون غالب جوزيف من كفر صغاب. أيضا توفيت في لبنان الراهبة إيزابيل الخوري منصور الخوري من حتشيت، من راهبات القديسة تيريزا الطفل يسوع، القديس يوم الخميس 6:00 بسيدة لبنان. الحملة يلي بلشنا فيها أول الصوم بعدها مستمرة من أجل دعم تلاميذ المدارس بلبنان. رحلة لمرن عمطل الحرديني 14 أدار، لجنة المسنين عملتها، للاتصال بالسيد لياس دورو أو بالسيدة ياسمين طو. مارونايت كير هالمؤسسة يلي في كتير ناس ما بتعرف عنها شيء. كلكم تعرفوا بالحياة الزوجية بيصير في مشاكل، مع أولادنا بيصير في مشاكل، أولادنا بياخدوا طريق غير اللي بدنا إياه، إن كان جامبلينج، إن كان الكهول، إن كان دراجز. هالمؤسسة بتعطي 5 سيشن للشخص تتساعده. هالمؤسسة موجودة، مش أكيد ما بنحكي قديش العائلات اللي عم نساعدها وواجباتنا بالكنيسة. هالمؤسسة بتعمل كونسلينج للأشخاص، للزوج، للزوجة، للابن، للخي، لا إذا الله خير هو بده. فعاملين عشاء السبت القادم بالرينيسانس. اللي بيحب يروح بتمنى يتواصل معنا أو مع الأخوية. سعر التيكت $150، وهيك منكون عم ندعم هالمارونايت كير. الأخوية بتدعيك لفنجان قهوة بالسينيز روم. واحد مبارك على الجميع. برخمور نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك
وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، كملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مسبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. يا أمنا يا أمنا يا مريم العذراء، شريكة شريكة أنت بالفداء، شفيعة لنا يا أمنا باليسر والصعاب. يا أمنا سلامنا بسلامك، وحياتنا بحياتك، كم قد غرقنا ببعدنا عنك وكاد الموج يجرفنا، لولا استغاثتنا بك يا أمنا يا أمنا يا مريم العذراء، شريكة شريكة أنت بالفداء، شفيعة لنا يا أمنا باليسر والصعاب.